يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إجداب الأرض وانقطاع المطر يعد نازلة؟ وإذا كان نازلة فهل يقنت له في الصلوات المكتوبة؟ لا يعد نازلة. النبي صلى الله عليه وسلم ما شرع لنا القنوت عند الجد، شرع لنا صلاة الاستسقاء. نحن نفعل ما فعل ما أمر به الرسول وفعل صلاة الاستسقاء، ولم يقنت صلى الله عليه وسلم لأجل التباس المطر، فلا نفعل شيئا لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال. الصحابة رضي الله عنهم حصل الجد في خلافة عمر ولم يقنت، بل دعوا الله عز وجل واستسقى، صلوا صلاة الاستسقاء، وأمر عمر العباس أن يدعو لهم بالسقيا، ما قنتوا بالفرائض. نعم.